الدولة على الدرجات الهوائية في مدينة داليان، بالتحديد شنهاي سكوير، اللي هو يعد أكبر ميدان موجود في الشرق الأوسط. مرحبا في داليا. دراجين داليا معي شادي الأردن، أبو عاشور فلسطين، أحمد يعقوب فلسطين. تبع جبل، فالشباب تعبانين زي ما انتم شايفين. شو شادي؟ شادي مات. يقذف. ضاع شادي. حاليا على اطول ممر خشبي في العالم، 25 كيلومتر تقريبا، موجود هون في داليان داخل موسوعة جينيس. حاليا قطعنا 500 متر بس. القمة، لكن الدنيا عتمت والشباب فلسات فكله بيمشي. الشباب تعبت على الاخر، انتهت فقرروا يرتاحوا هون. نيها ونيها كم كم هي؟ لا 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 قوم امشي بايجا نيها نيها ميها. احنا وصلنا احلى اطلالة بداليان كلها، رقم 100 جبل تقريبا. احنا شور اهلك الان بيشوفوك على اليوتيوب، فاحكي لك كلمة هيك عيد عليهم. انا كرم وصول داليان، مبروك لابن عمتي انس يتجوز بعد العيد ان شاء الله. ربنا يديمكم، تحية للاهل في الاردن